أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم. نبدأ بالعناوين. النظام يقصف القصير بصواريخ أرض أرض ومعارك في معظمية دمشق بمشاركة حزب الله. رئيس المجلس الوطني يناشد رئيس المجلس النيابي في لبنان توفير ممرات آمنة لإخلاء الجرحى من القصير. الأمم المتحدة تؤكد الشبهات باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا، والجرائم ضد الإنسانية أصبحت واقعاً يومياً. أعلنت لجان التنسيق المحلية سقوط صواريخ أرض أرض على القصير بريف حمص، حيث يصد الجيش الحر محاولات متكررة لاقتحام المدينة. وفي دمشق تشارك عناصر حزب الله في معارك ضارية بمعظمية الشام بين كتائب الأسد والجيش الحر. القصف البربري على القصير السورية ارتفعت وتيرته بعدما صدت ثوار محاولات عدة لاقتحام كتائب الأسد ومسلحي حزب الله المدينة. الله أكبر، رميت رميت ولكن الله رمى حمص القصير القصير. الله أكبر. عصابات الأسد عززت مواقعها الأمامية نتيجة المعارك الضارية، خصوصا في البساتين، في وقت استعانت وحدات المشاة بالطيران الحربي فانهالت عشرات القذائف على المنازل. وفي حمص أيضا صعدت كتائب الأسد عملياتها العسكرية ودكت أحياء الرستن وغرناطة والبويضة الشرقية والحولة والغنت والدار الكبيرة وتدمر وتلبيسة وسط مواجهات على أكثر من محور. المواجهات امتدت إلى الريف الدمشقي، وشارك مسلحون من حزب الله في جبهة معظمية الشام، حيث سقط عدد منهم بين قتيل وجريح حسب ما أعلن الثوار. الثوار قصفوا معاقل مسلحي أبو الفضل العباس العراقي في محيط السيدة زينب، فيما تجدد القصف على أحياء كفر بطنة والرنكوس وبيت سحم والغوطة الشرقية والزبداني وداري المحاصرة. القصف الوحشي طال الأحياء الجنوبية والشمالية للعاصمة، ودكت المدفعية الأسدية حي برزة بالتزامن مع استئناف المعارك في جوبر والقابون. رائحة الدم فاحت من شوارع بلدة النعيمة في درعا نتيجة القصف الوحشي، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى وتمكن الثوار من تحرير حاجز السنتر في البلدة. وعلى وقع الاشتباكات في دير الزور تعرضت الأحياء المحررة إلى قصف متقطع، وأغار الطيران الحربي على رقة، واستهدف الثوار تجمع الحامدية في إدلب. جبهة حلب كانت على موعد مع قصف وحشي، فيما دك الجيش الحر عصابات الأسد المرابطة في معامل الدفاع في السفيرة وبستان القصر ومطار منق العسكري. ناشد رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا في رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، ناشده توفير ممرات آمنة لإخلاء الجرحى من القصير بريف حمص. رسالة مفتوحة إلى الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، نطلب تدخلكم العاجل لفتح ممر آمن لإخراج الجرحى إلى الأراضي اللبنانية أو السورية. يهمنا أن نخرجهم من الموت إلى الحياة، وإلا ستكون مجزرة تلطخ تاريخنا وتشوه حياتنا وتخرب علاقاتنا لفترة طويلة من الزمن. هي مسؤولية إنسانية يا أستاذ نبيه، ومسؤولية وطنية من الطراز الرفيع، ومسؤولية اجتماعية لبنانية سورية شيعية أولا وآخرا قبل أن تكون مسؤولية سياسية. حتى في أشد الحروب ضراوة وفي أشد حالات العداوة والاختصام هناك حيز كبير للجرحى وإخلائهم، حيز كبير من اهتمام الجميع وواجباتهم الإنسانية. إنها أمانة بعنقك يا دولة الرئيس، كما هي أمانة في أعناقنا جميعا. دولة الرئيس، آمل ألا تفوت الفرصة ولا تسمح بإغلاق جميع الأبواب بيننا كما يريد أعداؤنا. أصداء معارك القصير تتردد في حلب، خصوصا الطريقة الدولية إلى تركيا، حيث يحشد حزب الله وشبيحة النظام في قريتي نبل والزهراء لفتح معركة جديدة مع الثورة السورية. على امتداد هذا الطريق الدولي حلب تركيا، تقع بلدتا نبل والزهراء في عمق ريف حلب الشمالي،
والتي حولهما النظام إلى ثكنة عسكرية تحوي بداخلها المئات من عناصر حزب الله والشبيحة، كما يقول أحد القادة في الجيش الحر في هذه المنطقة. نقلن أشخاص وعندنا مصادر موثوقة بأنه أصبح العدد ما يقارب 2000 تابعين لحزب نصر الله. وبالنسبة للشبيحة كل يوم بياخذوا شبيحة من هون بينقلون على البلد لمقاتلة وقتل الناس الأبرياء ومن أجل تدنيس المقدسات. وإن شاء الله نحن متابعين الحصار إلى إن شاء الله أن ننتصر على هذا الكفر والطغيان المجوسي. معركة بدأت، خشود عسكرية كبيرة للجيش الحر لخوض هذه المعركة مع انتهاء كافة المهل والمبادرات التي قدمها الجيش الحر لمنع نشوب هذه الحرب، وخصوصا بعد توارد الكثير من الأنباء عن حشد حزب الله لعناصره داخل البلدتين. والرمي على عناصر حزب الله في بلدتين نبل والزهراء، الله أكبر. بعد عدة محاولات فاشلة من النظام وعناصر الشبيحة إرسال تعزيزاتهم إلى عدة جبهات قتالية محيطة بهم، حشد النظام حلفائه من حزب الله علّه يفلح في لي ذراع الجيش الحر وكسب بعض الانتصارات، إلا أن أحداً لا يدري ما تخبئه الأيام. تزامناً سرب لواء التوحيد في الجيش الحر في حلب شريط فيديو مصور في اجتماع لشبيحة منطقتي نبل والزهراء بحضور الأجهزة الأمنية، ويظهر الفيديو عسكرياً برتبة عميد يطلق وعوداً كثيرة لكل من يشارك بالحملة التي وصفها بالتطهيرية، وبدت لافتة الهتافات التي أطلقها الحاضرون. أفاد تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة حول سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أصبحت واقعا يوميا في سوريا، كما أشار التقرير إلى شبهات باستخدام أسلحة كيميائية ومجازر وتعذيب. استخدام السلاح الكيميائي في سوريا يبقى في إطار الاتهامات التي تفتقر إلى الأدلة الحاسمة، هذا ما أعلنه رئيس لجنة التحقيق الدولي باولو بيرينو في اجتماع جنيف عارضا أحدث تقرير للجنة، والذي اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومسؤولين طبيين وشهود. لدينا أسباب معقولة للاعتقاد باستخدام محدود لأسلحة كيميائية في سوريا، هناك شهادات واتهامات بشأن حوادث معينة، لكننا لا نملك أدلة على استخدام أي طرف أسلحة كيماوية أو نوعية المواد المستخدمة، لكن من المهم في الوقت نفسه ألا نختصر الحرب الأهلية الدائرة في سوريا في قضية السلاح الكيماوي فحسب. وأشار بيرينو إلى أن التقرير الذي يناقش في الاجتماع يقر بأن الصراع في سوريا يتخذ بعدا طائفيا، مشددا على ضرورة الحل الدبلوماسي ومستبعدا أي نصر عسكري لأي طرف في غضون عام أو عامين. تقريرنا الحالي يتكلم عن وجود تطرف وطائفية وتدمير ممنهج للطرف الآخر وقدراته، وهناك ارتفاع في أعداد الوفيات والإصابات وبمستوى مختلف كما ونوعا عما كان قبل عام. لجنة التحقيق المستقلة التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان لم تتلقى موافقة من دمشق بعد للتوجه إلى سوريا، ويشير التقرير إلى 4 حوادث في خان العسل قرب حلب وفي حي الشيخ مقصود في حلب وفي مدينة سراقب والعتيبة قرب دمشق، ويتهم المحققون كلا من الجيش السوري والمعارضة بارتكاب جرائم حرب من بينها تنفيذ إعدامات خارج إطار القضاء وأعمال تعذيب. سوريا اليوم مستمرة وفيها بعد الفاصل. سكاي نيوز، شركة تركية بحرية تشحن الديزل إلى نظام الأسد. سرب لواء التوحيد في الجيش الحر في حلب شريط فيديو مصور في اجتماع لشبيحة منطقتي نبل والزهراء بحضور الأجهزة الأمنية. يظهر هذا الفيديو عسكريا برتبة عميد يطلق وعودا كثيرة لكل من يشارك بالحملة التي وصفها بالتطهيرية، وبدت لافتة الهتافات التي أطلقها الحاضرون. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، اللهم صل على محمد وآل محمد. سنرفع راية الحسين في منخ ونقاتل تحت راية الحسين. كل واحد رح يطلع معنا بالحملة بيعتبر حاله موظف
في الدولة بعد الحملة، واللي بده يبقى بالحملة على أساس عفوا متطوع ستبقى نبل تغص في السلاح وفي الرجال، مو بس لهلا للمستقبل. ما بسكر الزهراء فاضل، والموظفين له 50% راتب على وظيفته. شدد الاتحاد الأوروبي في ختام قمته مع روسيا على ضرورة العمل من أجل وقف الكارثة الإنسانية في سوريا، فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القرار الأوروبي برفع حظر تسليح المعارضة السورية يبعث على الخيبة والإحباط. في ختام قمته مع روسيا، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة العمل من أجل وقف الكارثة الإنسانية في سوريا، فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القرار الأوروبي برفع حظر تسليح المعارضة السورية يبعث على الخيبة والإحباط، مشددا على أن أي محاولة لاستخدام القوة في سوريا محكوم عليها بالفشل. ونفى بوتين أن تكون روسيا سلمت سوريا صواريخ S-300 المضادة للطائرات. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شدد على أن النزاع السوري لن يحل عبر السبل العسكرية، معتبرا أن نافذة الفرص الدبلوماسية المتاحة حاليا هي التغيير الأفضل للتوصل إلى حل يقوم على التفاوض. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال من جانبه أن الولايات المتحدة بدأت متأخرة جهدا لإنهاء الحرب الأهلية السورية، وأنها تحاول منع الانهيار الكامل للبلاد، إلا أن الخارجية الأمريكية أشارت من جهتها إلى أن الولايات المتحدة نفت امتناعها عن تقديم دفعة من المساعدات المقررة للمعارضة السورية، مؤكدة أنها قدمت 123 مليون دولار وتعمل على تحديد السبل الأكثر فعالية لإنفاق 127 مليون دولار إضافية. رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أكد تمسك بلاده بتقديم المساعدة الضرورية للشعب السوري الذي يمر بظروف صعبة، مشيرا إلى أن مؤتمر جنيف الثاني لن يحقق أهدافه بدون مشاركة المعارضة السورية. نقلت سكاي نيوز عن مصادر في قطاع الشحن البحري أن شركة تركية نقلت الشهر الماضي 7 شحنات من الديزل الخفيف من ميناء مرسين إلى ميناء بنياس الخاضع لسيطرة حكومة الأسد. المزيد مما تداولته الصحف في شأن السوري نعرض له في التقرير الآتي. كتبت الفاينانشال تايمز أن التظاهرات في تركيا انعكست خلافات متباينة بين أبناء الدول العربية بحسب انتمائهم الفكري أو العرقي، فأنصار بشار الأسد يشعرون بالفرح ويؤيدون المتظاهرين في تركيا التي تدعم مقاتلي المعارضة. وتلاحظ الصحيفة أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي دعا الحكومة التركية إلى التحلي بالهدوء في التعامل مع المتظاهرين بخلفية تدهور العلاقات بين المالكي وإردوغان نتيجة العلاقات المتنامية بين أنقرة وحكومة إقليم كردستان العراق. أضاءت التلغراف على تصريحات رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أمام مجلس العموم التي حذر فيها من تدهور الوضع الإنساني بسرعة في سوريا وجدد تأييده لدعم المعارضة بالسلاح. ونقلت الصحيفة عن كاميرون قوله إن قرار رفع الحظر الأوروبي على تصدير السلاح للمعارضة السورية هو القرار الصحيح، ليكون واضحا أمام بشار الأسد أنه لا يستطيع أن يماطل لكسب وقت أطول يستخدمه في قتل المزيد من السوريين في منازلهم وشوارعهم. وشدد كاميرون على أن الأسلحة يجب أن توجه إلى الائتلاف الوطني السوري الذي أصبح معترف به دوليا ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب السوري لضمان استخدام هذه الأسلحة فقط لحماية أرواح وممتلكات السوريين طبقا للقانون الدولي. أبرزت سكاي نيوز العربية خبرا مؤكدا ومدعما بوثائق ومصادر في قطاع الشحن يفيد أن تركيا أصبحت مصدرا جديدا لتزويد الحكومة السورية بوقود الديزل، حيث نقلت شركة الوقود التركية الخاصة إيفيس 7 شحنات من الديزل القليل الكبريت من مدينة مرسين الساحلية على البحر المتوسط في أبريل الماضي إلى ميناء بنياس الخاضع لسيطرة حكومة الأسد. وتوضح وثائق الميناء أن أفيس هي الشركة الشحن المسؤولة عن شحنات الديزل في الفترة من 7 أبريل حتى 21 أبريل. تعتبر الشرق الأوسط في افتتاحيتها أنه بعد قرن من تأسيس الكيانات الحالية في منطقة الشرق الأدنى وتحديدا العراق وسوريا ولبنان تثبت الولاءات الطائفية والمذهبية بل وحتى الدينية والإثنية أنها أرسخ من هذه الكيانات وأقوى منها مناعةً.
وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول أنه بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة السورية التي حصدت أكثر من 100,000 قتيل، يتضح أن الإهمال في إطفاء الحريق سيزيد كلفة إطفائه على الجميع. تتابعونا في النشرة بعد الفاصل. منظمة الصحة العالمية تحذر من ازدياد حظر الأوبئة خطر الأوبئة في سوريا. من جديد نحييكم. حذرت منظمة الصحة العالمية من ازدياد خطر الأوبئة في سوريا والدول المجاورة مع بدء فصل الصيف، خصوصا التيفوئيد والكوليرا والديزانتارية. الموت بقصف المدفعية أو بالطيران الحربي ليس السائد وحده في سوريا، فتفشي الأمراض الخطيرة والمعدية يهدد أكثر، فعلاوة على تعذيب المريض وإنهاء حياته ببطء شديد تشكل أيضا عبئا أمام نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ألف باء العلاج أو على الأقل تسكين المرض. الحبة مشهورة أنه تنتقل عن طريق ذبابة الرمل، وهي هاي الزهرة صايرة عم تزداد عنا بشكل كبير لأني عم تنتقل عن طريق المياه الآبار، والدليل إنه عم تنتشر بكافة الجسم وبدون الذبابة. ونحن شاورنا الأطباء في الموضوع هذا، وطلع الموضوع بسببه إنه رمي الجسس بالأنهر، وسبب عدم وجود صرف صحي بالمناطق اللي صار فيها النزوح. إطلالة الصيف على السوريين مرادفة لخطر انتشار الأوبئة، وهو ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية التي أعربت في تقرير عن القلق العميق من تزايد الأمراض المتنقلة في سوريا وبين اللاجئين منهم إلى الدول المجاورة، منبهة من أن غياب إجراءات الوقاية والسيطرة من شأنها مضاعفة خطر تفشي الأوبئة كالتيفوئيد والكوليرا والديزنتاريا. نحن بحاجة إلى آليات تنظيف المدينة من القمامة، والقمامة بشكل كبير موجودة بعزاز، وفي نقص عندنا بآليات خاصة تراكسات، آلية قلاب ناقصنا، نقص عندنا بالمعدات تراكسبوك صغير. معاناة تتفاقم كلما طالت الحرب نتيجة سوء الرعاية الطبية وانتشار الأمراض الخطيرة مثل السكري وضغط الدم والسرطان والسل، وأخيرا زيادة انتشار الأمراض الجلدية مصحوبة بنقص الأطباء الذين نزحوا مع عائلاتهم إلى مناطق أكثر أمنا. تسعى المدارس في الأردن لتعويض أبناء اللاجئين السوريين عما فقدوه من فرص التعليم في بلدهم بسبب الحرب. السلام عليكم. أجراس المدارس تقرع في مخيمات السوريين في الأردن. يمتلك الأطفال اللاجئون من سوريا أسبابا قليلة تجعلهم يبتسمون، فقد تسببت الحرب في وطنهم بمعاناة شديدة لهم ولأبنائهم، ولكن في الأردن حصلت مجموعة من الأطفال اللاجئين السوريين على القليل مما أطفى بعد الإشراق على حياتهم، مدارس خاصة أنشئت لهم. تهتم المدارس بالحالات النفسية للتلاميذ الذين عاشوا مآسي الحرب ومرارة اللجوء، فتقدم لهم الإرشاد النفسي لمساعدتهم على التكيف مع الواقع والظروف المتغيرة باستمرار. نعلم أن ملايين الأطفال في سوريا يكبرون وهم لا يعرفون شيئا غير العنف، كما أنهم محرومون من التعليم ويتعرضون لصدمات قد تلازمهم طوال حياتهم. ما نقوم به اليوم هو إفساح المجال أمامهم كي يعودوا أطفالا من جديد. الحزن رفيق العيون ويختلط بأمل العودة إلى الوطن، وتسعى هذه المدرسة بإمكاناتها المتواضعة للحفاظ على الهوية الوطنية لأطفال اللاجئين السوريين إلى حين طي صفحة لجوئهم الذي يتمنون أن لا يطول كثيرا. في آخر خبر، ورد قبل قليل أن عدد الذين قتلوا اليوم في أنحاء سوريا ارتفع إلى 45، غالبيتهم في درعا، من بينهم 3 أطفال وست سيدات وشابين، وشبان قضايا تحت التعذيب. والآن نعود ونذكركم بعناوين النشرة. النظام يقصف القصير بصواريخ أرض أرض ومعارك في معظمية الشام بمشاركة حزب الله. رئيس المجلس الوطني يناشد رئيس المجلس النيابي في لبنان توفير ممرات آمنة لإخلاء الجرحى من القصير.
الأمم المتحدة تؤكد الشبهات باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا، والجرائم ضد الإنسانية أصبحت واقعا يوميا. نشرة سوريا اليوم انتهت، شكرا للمتابعة.